شويه الكشف برضو للحالات الاخطر والحالات اللي فيها تتبع لحالات اخرى. طيب دكتور إسلام، هل يمكن الاحتكام إلى الجهات التي قامت بشكل علمي، وآخرها كان دورية لانست التي تحاول نشر متوسط الأعداد التي يمكن أن تصاب بالأفريج، يعني بالمتوسط لكل دولة على حسب تعداد السكان، نسب الإجراءات التي هي متخذة للوقاية، القدرة على العزل، التقارب في مناطق الكثافة السكانية العالية، هل يمكن الاحتكام إلى هذه على اعتبارها مصادر، ولا ينبغي الالتزام بالمصادر الحكومية التي مش في كل الدول لا تتعرض لانتقادات؟ تمام. المصدر لانست بالذات، لانست جريده علميه مرموقه، يعني مظبوط. الامباكت، احنا الجرايد العلميه بتقاس بحاجه اسمها امباكت فاكتور، قد ايه هي كريديبل وموثوق فيها. اللانست في اعلى الهرم في الثقه، يعني الدول بتاخد الدراسات اللي بتعملها اللانست عشان تدخل ادويه او تدخل انظمه صحيه جديده مثلا او استخدامات جديده، فبالتالي هو مصدر موثوق منه. لا يتم نشر اي حاجه في لانست او في نيتشر او المجلات العلميه المرموقه دي الا اذا كانت عدت على لجان، اللجان دي في نفس قوه اللجان اللي موجوده في المنظمات الصحيه والحكوميه في الدول الكبرى. فبالتالي الستاتستكس وفكره ان احنا البروبابيلتي او احتماليات ان قصاد كل كام حاله كشفت في كام حاله لم تكشف هي نظريات صحيحه من ناحيه نظر حسابيه. طبعا كل حاجه موجوده حسابيه بيبقى بتاخد على حاجه اسمها الخطا نسبة الخطأ، الحسابي، مظبوط statistical error بالظبط، مظبوط. ودي راجع فيها كذا حاجه، فينها مثلا ان احنا هل عملنا counting صح، هل في كان نسب ميس دايجنوزز اصلا وناس خرجت بره المستشفيات، هل في حاجات ميس ريبورتنج يعني في حاجات فشلت في التبليغ، هل في مشكله في الترانسفورميشن للحالات نفسها وتبليغها كمان للجهات الاخرى اللي هي بتعمل السنسز اللي هو التعداد، بعد كده تبتدي تعمل له اجريجيشن تجميع ونقول ان العدد المجمل اكس. ففي كذا مرحله من مراحل الخطا مظبوط. بيسموها مراحل الخطا، السامبلنج ايرور والنون سامبلنج ايرور، الاثنين في الاخر بيدوني ان الارقام حتى لو طالعه من اقوى دوله او من اقوى جهاز صحي هي خاضعه للخطا. العلم كله قائم على فكره احتماليات الخطا والصواب، مظبوط. اقوى المجلات العلميه واقوى الدراسات العلميه بتتعمل على confidence level، على درجة ثقة، درجات والنال الثقة بتبقى في هايبوثيسز حدود خمسة والهايبوثيسز الفرضية بالظبط والفرضية كده، المغايرة وإلى بالظبط كده. آخره. طيب